انا مين انا بتكلم على التوقيت، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتوصل. اسمح لي طيب قبل ما اتكلم معاك، عشان بس اتفضل معانا الدكتور عمرو ابو النجد على اتفضل. الهاتف. اهلا وسهلا بيك يا دكتور عمرو. اهلا 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 بيك يا دكتور. انا كريم وحسين معاك، ويشرفني في الاستوديو الكابتن امين عرابي واحد ابنائك في فريق 99 صالح نصر هداف الفريق. يعني معايا يا دكتور؟ معاك. يعني حضرتك طبعا يعني دور كبير جدا حضرتك بتقوم بيه، وقطاع الناشئين ولجنه الكره في النادي الاهلي في تطوير قطاع الناشئين. يعني حضرتك برضه حابين تضعنا في الصوره كده حول السياسه الجديده اللي حضرتك منتهجها في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، خصوصا ان دي مش اول مره حضرتك في النادي الاهلي، يعني تاريخ كبير جدا لحضرتك في رئاسه القطاع على مدار التاريخ، حوالي دي المره الرابعه على ما اعتقد يا دكتور. دي المره الرابعه. يعني ملامح هذا التطوير يا دكتور في قطاع الناشئين الفتره الجايه؟ هو الحقيقه احنا في تطوير على المستوى الاداري وفي تطوير على المستوى الفني. المستوى الاداري يعني احنا قدرنا دلوقتي الحمد لله نظبط اكثر من 90% من الامور الاداريه، زي الملاعب والاستراحه والمطعم والملابس والجيم والحاجات دي كلها اصبحت دلوقتي على اعلى مستوى في القطاع. بالنسبه للنواحي الفنيه طبعا صعب ان انت تصلح فيها 100% ان لم يكن لديك العنصر الاساسي في التفوق هو اللاعبين. كل فرقه فيها مجموعه من اللاعبين المميزين، ولكن العدد قليل. ما تقدرش تقول الفرقه مثلا فيها 20 لاعب من ال 30 مميزين. ممكن تلاقي 7 8 9، بحيث لما التسعه بيلعبوا بيبقى الفريق كويس قوي. لما بتيجي تحتاج ل الدكه بقى بتلاقي الدكه اقل كثير. ولذلك فالهدف الاول في المرحله اللي احنا فيها هو تدعيم فرق القطاع وسد الاماكن الشاغره للاعبين مميزين من اللاعبين في الانديه الاخرى اللي بيقابلونا في المسابقات. نعم. ولذلك كل مدير فني يعلم تماما هو بيتابع الفرق اللي بتلعبها، وبيجي في الاخر بيقدم 3 4 لعيبه 7 لعيبه حسب المكان الشاغر عنده، واحنا بناخد هذه اللعيبه في مع لجنه الكوره ومع الكابتن عبد الرزاق الشافي ومع الكابتن عبد القيعي ومع الاستاذ علاء ميهوب. كل دول بيسدوا هذا النقص وبتفاوضوا مع اللعيبه اللي احنا. يعني خطة حضرتك أو اقتراحات حضرتك المبدئية لتدعيم كل فريق مثلا، أو إيه هي الفرق اللي حضرتك يعني محتاجة تدعيم أكتر، وأنت حاطط يعني كام لاعب، يعني 3 4 لعيبة مثلا لكل فريق في الفترة اللي جاية، ولا نعرف إيه بالظبط؟ كل الفرق محتاجة تدعيم، لأن أعتقد إن فرص التدعيم في السنوات اللي فاتت كانت ضعيفة شوية، أو كان في بعض اللاعبين ولكن مش على المستوى اللي إحنا. ففي فرق محتاجة 7، في فرق محتاجة 5 حسب توافق اللاعبين موهوبين معاها. طب فريق الموهوبين اللي حضرتك برضو، معلش يعني خلينا نركز معاك على النقطه دي، فريق الموهوبين اللي حضرتك قلت هيتم تكوينه من البراعم ومن قطاع ناشئين، هل هو قادر هيكون له القدره ان هو يفي بهذا الغرض في الفتره الجايه؟ هو الموهوبين زي ما انت عارف احنا بنلاقي طلعنا كل الموهوبين اللي موجودين في قطاع المدرسه، طلعوا 33 موهوب من سن 5 6 سنين وقت سن التشريع. تمام. وطلعنا الموهوبين في القطاع من فريق 14 سنه حتى فريق 20 سنه وطلعوا 45 موهوب. نعم. طبعا الاعمار مختلفه. مش هتقدر تقول فريق موهوب بيلعب واحد من 12 سنه مع واحد من 19 سنه او 13 سنه. بالظبط. ولذلك في اكثر من فريق موهوب في فريق واحد. المدرسه مثلا فيها فرقتين للمواهب، القطاع في 3 فرق للمواهب، السن الكبير فرقه، السن المتوسط فرقه، السن الصغير فرقه. نعم. اللعيبه دي هتنتبه مع بعض في منتخب، وهنحاول نعمل ماتشات داخليه وماتشات خارجيه وماتشات في المحافظات، ونشترك في دورات خارجيه. احنا عندنا دورة دبي 2005 مسافره دبي يوم الشهر الجاي فبراير، من 22 فبراير فرقه 2000 سفرة دبي برضه هتشارك في دورة كبيرة جدا. وفي فرقة 19 سنة سفرة الصين في شهر 4 أو 5 لسه الميعاد ما حددش بالظبط. يعني بنحاول بقدر الإمكان
احنا نجمع اللعيبه الموهوبه عشان تشترك مع بعض في مباريات، وزي ما انت في فرقه موهوبين واحده، لا ده احنا عندنا حوالي اربع فرق موهوبين او خمس فرق باعمار سنيه متقاربه، ودول هيبقوا امل الناس. النقطه الثانيه ان الموهوبين دول السنه اللي جايه ان شاء الله هنعمل لهم جهاز خاص مع جهاز الفريق بتاعه. يعني مثلا في لعيبه 99، في لعيبه 2000، لو دول فيهم مثلا 15 واحد موهوب بيتمرن السبعه بتوع 99 مع الفرقه بتاعته، والثمانيه بتوع ال 2000 مع الفرقه بتاعتهم، ثم هناك تدريب فردي لل 15 مع جهاز خاص هيتم تكوينه وترشيحه على اساس ان الجهاز ده هيلم تماما بالتدريب الفردي، التدريب الفردي اصلاح اخطاء، اصلاح عيوب، زياده قدرات بدنيه، قدرات خططيه او قدرات مهاريه. دي هيبقى الموهوبين ليهم برنامج خاص مختلف تماما عن البرنامج الخاص باللعيبه اللي موجوده دلوقتي. اخيرا يا دكتور جديد. اتفضل. احنا دلوقتي بنبدا اهدافنا، الهدف الاولاني ان احنا بنبدا طيارات الفريق الاول، كان الهدف ده كان هو الوحيد زمان، لكن دلوقتي اصبح في هناك اهداف اخرى. نعم. الكره بقت استثمار دلوقتي. كيف نستطيع ان نستثمر في باقي اللاعبين الذين لا يحتاج ليهم الفريق الاول؟ بخصوص الاستثمار يا دكتور عمرو اسمح لي، يعني كان في برضه بعض اللاعبين جاي لهم فترات معايشه في اودينيزي الايطالي، يعني مدى صحه هذا الخبر؟ وفي دلوقتي ريتشارد وصلاح ودول اخوات، وريتشارد بيلعب في 2002 وصلاح بيلعب في 2003، والاثنين فراوده وهدافين فرقتهم وجايين لهم عايش 10 ايام في فريق اودينيزي، ودلوقتي اجراءات السفر ماشيه وهيسافروا خلال يومين. بعد كده طلع سوبير حارس المرمى الفريق 2000 وتعايش في اسبانيا، واحنا عندنا النهارده كانت اربع لعيبه بتغادى في معايشه في النادي الاهلي مع قطاع الناشئين لمده 5 ايام، واللعيبه دي نزلت التمرين وهتلعب ماتش بكره، وهكذا هيبقى في تبادل زيارات بيننا وبين الانديه الاخرى والبلاد الاخرى المتقدمه كرويا، لان انا مؤمن بان اللاعب اللي ما يخرجش يتعلم ويحتك ويشوف مدارس ما يمكن يكتسب خبرات، الخبرات اللي هياخدها خبرات متكرره مصريه فقط. لا ده انا عايزه يروح في افريقيا ويروح في ايطاليا ويروح اسبانيا ويروح، وكل واحد هتجيله فرصه ان شاء الله يا دكتور. مش هنبخل عليه بالاضافه لاننا هنسعى ان شاء الله ان احنا نعمل تعاقدات مع انديه من الانديه الكبيره، يبقى في تبادل الزيارات، هم يقول ده احنا نروح لهم سواء دورات او توأمات، ممكن توأمات برضو يعني دي. شكرا جزيلا ليك دكتور عمرو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك.